مش معنى ما حفروش غير في اوضتي بس، يبقى اكيد حد بقلق. طب وبعدين؟ اني خلاص ما بقتش طايقه ندخل مطرح عندي. ايه اللي جرى؟ الوليه ام فردوس يا اختي في الدخله وفي الخارجه قاعده تعيط، واول ما تشوفني تقولي انت وديتوا بنتي فين. معذوره يا عيني، ضناها. مفيش اغلى من الضنا برضه يا ولداه. ده اللي زيجت ليها ما بتنامش، ده قلبها تلاقيه على صرخه واحده. طب اني نعمل ايه بقى؟ ده اني كل ما بنشوفها بنحس اني بنتخانق. هي الوليه دي مريشه ولا قرديح؟ ايه تكونيش بتفكري تموتيها هي كمان؟ انا عايزه نكسب فيها ثواب. قال لها نريحوها من الحسره على بنتها. دي هتفضلي ملويه كده؟ انا كنت قاعد مستنيك لحد ما تيجي. مستنيني؟ انت يا راجل، انت اللي دخلك اوضتها وقعدك تتسامر معاها. فيا سكينه، مش جارتنا الست مهانش عليها نمشي ونستنوكي بره. غصبت عليا نخش عندها ونشربوا الشاي. وكمان شربتوا الشاي؟ ومش بعيد بعد الشاي تكونوا شربتوا لكم كاسين. وفيها ايه بس؟ انت بتشك فيا؟ لا يا اخويا العفو، بأمرت ما دخلت عندها الاوضه وقفلتوا عليكم الباب. كنا حاضر المؤاخذة، يعني هتسيب الباب مفتوح ليه؟ اشمعنى لما دخلتك انت قفلت الباب؟ ما هي اخويا مفندقة طول النهار، اللي رايح واللي جاي شايف اللي بتعمله. اصلها كانت منظفة الاوضة ورشاها وخايفة الدبان يخش. يا عين امها، بقى كانت خايفة من الدبان. بقولك ايه يا سكينة، سيبك من الكلام الفارغ ده وقومي شوفينا لقمة ناكلوها. ده اني هنقتلك السم. رواية يا سكينة، رواية رواية كده سكينة قلبي. واني نقدر نبص لحد غيرك انت يا مهلبيه؟ وما اكلتش عندها ليه؟ دي حتى عندها اكل انجليزي، ولا الوقت ما كفاش؟ جرالك ايه يا سكينه؟ امير قوي سي عبد العال ده، ولما هي مستأمرك كده يا اخويا ما رمتلكش لقمه ليه من اللي عندها؟ اني ما نقدرش ناكل الا معاكي ومن ايديك انت يا سكينه، يا سكينه قلبي. واني اكل يجي ايه جنب اكلها؟ وبعدها لك بقى جرايه يا سكينه. الله، احنا مش هنخلص من الموال ده ولا ايه؟ ايه خلاص، ما بقتش طايقه لي كلمه. يوه رواية رواية يا سكين، انا ما نقدرش نبص لحد غيرك انت. هو الزبيب يسقط غير على المهلبيه؟ معقوله يعني يسقط على البصارة؟ قال ايه يا اختي؟ كل ما واحدة من النسوان تطفش يجروني على الكراكون ويقعدوا يعصروني. راحت فين؟ جت منين؟ ده ايه البلاوي دي؟ اشمعنى انت اللي بيعملوا معاكي كده؟ انا عارفة؟ ده اني كل كام يوم بنروح للسول ونغمزه بنص ريال. انت يا بنت بقالك عدوي طبعا، ما انت عمالة تفانتازي وتفنجري في الرايحة والجاية وبقيتي متخططة على الآخر. أكيد في ناس منكدين منك وهم اللي بيبلغوا عنك الحكومة، بس الأكادة بقى ليه ما بيبلغوش عن رالا مع انكم ما بتفرقوش بعض؟ يمكن خايفين منها. أني بنقول غير كده. ازاي بقى؟ المصايب ما بتجيش غير من القرايب. قصدك ايه؟ قصدي فهميه. قصدك يعني ان رايا وجوزها هما اللي بيبلغوا عني؟ انت عارفه كويس ان محدش منهم بيتمنى لك الخير بعد كل اللي عملته ده معاهم. يو يا وليه، انت مش كنتي بتيجي هنا ودمعتك على خدك منهم؟ دول يبقوا دوم بقى وولاد الاصل. الكلام ده مش جديد عليكي. ما علينا، عبد العال عامل معاكي ايه اليومين دول يا بت؟ قطع ماشي لي باللاوع اليومين دول. وقال ايه يا اختي؟ كل شويه عايز يسافر يشوف امه. جاتو مو. تعالي يا بديع. ابويا هنا. تعالي خش. عايز ايه يا زفتة الطين انت؟ امي بتقول لك تعالي عشان في ناس قرايبك عايزينك ضروري. طيب غور انت وانا هحصلك. مش لما اكل الاول؟ اكليني يا خالتي غنيه. تاكل السم الهار انت وامك اللي ما تتسمى. مدغور يا بت. خير يا جماعه؟ جايبيني على ملا وش ليه؟ يا سكينه عملوا معاها ايه في الكراكون؟ بس كده طلعت زي الشعره من العجين. الله، امال؟ ما دام في عبد الرازق يبقى في عباره جديده. اسم الله عليك، طول عمري اقول بتفهمها وهي طايره. وبعدها لك يا ريا، ما تخش في الموضوع وخلاص. هنخش في الموضوع. ايه رايك حسب الله في مريم الشاميه؟
عمليه مكن قوي ولا ها؟ مش قلت لك هيرقص اما يعرف؟ اصله زمان كان لف عليها، فاكرها زي الطير اللي بيتاكل لحمه، بس رجع لي قفايا قمر عيني. مش قوي كده، انا كنت مزنوق في قرشين بس طلعت المره واعيه. بس من ناحيه الحب مفيش في القلب غيري كان مبديعه. يا جوز الاتنين يا عسل. ما كفايه رزاله انتوا الجوز، وبطلوا تقطيم وخلونا في الشغل. المراه دي عاوزه تفتيح مخ، وليا مش سهله زي ما انتوا بتقولوا. يبقى لازم عشان نسحبها نشغل المفهوميه. الوليه دي ما ينفعش تيجي عندنا. خلاص نترازلوا على سكينة وناخدوها عندها. عارف انت اتجننت؟ ده سكينة لو شمت خبر ده اتفضح. دي عدها اختها، قلت لك ماليش في الدنيا الا هي. ام بديعة معاها حق. لو عايزين نخلصوا العبارة دي لازم سكينة ما تشمش خبر. ولا حتى تشك. لازم نفكروا لها كويس. أنا من النهاردة هنروح ندخل في زوارقها، هنشوفها بتشطب إمتى، بتروح على بيتها ولا بتعط في حتة تانية. خلاصة هنجيب قرار. المهم هتخلصوا عليها فين؟ هناك في بيتها. يبقى لازم نروح البيت الأول ونعينوه. هي الحرمة دي ساكنة لوحدها ولا في حد معاها؟ مش ده المهم، المهم تخلصونا منها. تخلصونا منها ليه؟ هو انت مش معانا في العباره دي ولا ايه؟ لا انا ما ينفعش، اصل الناس كلها عارفاني. هنكونوا بالليل يا حادق. لا معلش بقى، العباره دي محتاجه اكتر من ايد، دي لا مؤاخذه وليا ناشفه ورزله وعامله لي فيها راجل. خلاص اللي تشوفوه. العباره دي عايزين نخلصوا منها بسرعه. تحب نقوم بها امتى؟ انا من النهارده هنعس عليها ونجيب قرارها. انتوا قاعدين بتسكروا هنا سايبين الياما قايمه بره؟ ايه اللي حصل؟ بصي بقى وحطت على دماغها. بصي بياما بديعه. حفر في الاوضه اللي كانت ساكنه فيها بيت الجمال وطلعوا جتت واحده منهم. يا نهار اسود، انت ده حصل؟ لسه من حبه. يا ستي مش معنى ما حفروش غير في اوضتي. بس يبقى اكيد حد بلغ. طب وبعدين؟ هل عملنا في المصيبه؟ اني لا نعرف حاجه ولا شفت حاجه. نعم يا دلعتي؟ لا يا حبيبي، كلنا في الهوا سوا. انت هتربحي يا بت، انكتم من خالص هتفضحينا. انا هنا معك الحصباله، ونقوم نجيب الرجاله ونتشاوروا سوا. انا قلت لكم الاول انا ماليش دعوه بحاجه. قلت لكم الاول ماليش دعوه بحاجه. اشرب اشرب يا عبد العال.